هذا الفيروس اللي كان نسموه فيروس ديال لاغريب ولا انفلونزا، هو كيبان سنويا عند مجموعة من الناس بصفة موسمية، يعني في الفترة ديال البرد، وطبعا كيكون حتى في الصيفة، يعني في الفترة مدة ديال السنة كيتصابوا ناس أيضا بالزكام. ملي كنقولوا الزكام في الدارجة كيقولوا الرواح، كنقولوا لي بالفرنسية لاغريب. هذا الفيروس ديال لاغريب هو خلاصة، ونقدروا نقولوا مجموعة، يعني فيروس ناتج على واحد خيلوطة ما بين الفيروس اللي كيكون عند الخنزير، الفيروس اللي كيكون عند الطيور، والفيروس ديال الإنسان. فعطانا فيروس واحد سميتو H1N1. هذا الفيروس هذا موجود منذ سنة 2009، يعني من 2009 وهذا الفيروس كاين وكيتصابوا به الناس سنويا، ومعروف على أنه كيسبب مرض الزكام. الزكام عادة عند الناس 90% فما أكثر، الزكام كيمر بسلام، يعني كيكفي باش نستعملوا فيتامينات، بعض المرات كنستعملوا السيرو، كيستعملوا بعض المرات يعني حتى أربعة الأعشاب، وكيدوز بسلام عند 90% فما وأكثر. كثيرة كل سنة، كل سنة كنلقاوهم. السنة الماضية يعني تقريبا، يعني غير على أقل ما عرفت أنايا، 11 حالات ما بين مستشفيات الدار البيضاء. هذه السنة أيضا كاين حالات، ولكن مرة أخرى هذه الحالات كلها ما كتستدعي لا المستشفى، وبعض المرات ما كتستدعي حتى اللجوء الطبيب، يعني كدوز إن غريب عادية نورمال. في بعض الحالات اللي كنا كنتكلموا عليهم، المرأة الحامل، لهاد الناس اللي كيكونوا كبار السن، صغار السن تحت من 4 سنوات، والناس اللي كيكونوا عندهم أمراض مزمنة، مثلا قصور كلوي، مثلا الناس اللي كيديروا الدياليز، الناس اللي كيكون عندهم القلب مثلا بصفة مزمنة، السكري مي كيكون بصفة مزمنة وكيكون ممقات، كتكون عندهم المناعة ضعيفة. هاد الناس هادو إلا تصابوا بهاد الفيروس ديال الإنفلونزا كيقدر يسبب لهم مضاعفات. هي الأعراض ديال الزكام العادي اللي كل واحد فينا دوزو، سيلا في الأنف، شوية الحمى، حريق في الراس، العظام كما كنقولوا حنا مدقدقين، والانسان كيحس براسو عيان. من بعد يومين 3 ايام كتقدر تبان عليه واحد الكحه، كيبدا يكحب، كتكون معاه بعض المرات نخيمه، بعض المرات كتكون ناشفه. اغلبيه الاحيان 90% الانسان كيبرا في يومين 3 ايام، كيبقى يحس بوالو. وفي بعض الحالات كيقدر يوقع تعفن، يعني داك الفيروس كينتج عليه ميكروب فوق منه اللي كيسبب مثلا ان النخيمه كتولي خضراء وصفراء، الحمى كتستمر. وهنا كينتج الانسان الطبيب اللي كيعطيه مضادات حيويه، هذوك المضادات الحيويه اللي اغلبيه الاحيان كيتشافى الانسان بسلام. الوقايه بالنسبه للناس اللي هما عندهم المناعه ضعيفه، اللي نرجعوا ليهم، المراه الحامل، الناس اللي هما عندهم مسنين مثلا 65 فما فوق، وحتى الاطفال، والناس اللي عندهم هذه الامراض المزمنه اللي دايرين عليهم، كاين التلقيح. التلقيح هو فاكسان، تطعيم كيكون مرة في السنة موجود، كل سنة كيتبدل، يعني التلقيح ديال هاد السنة ما يصلحش الدار السنة القادمة، ما بين شهر سبتمبر، شهر 9 حتى لشهر فبراير من السنة الأخرى. يعني بحال دابا من سبتمبر وحنا كنديروا التطعيم للناس اللي عندهم هاد، يعني هاد الصفات اللي قلناهم، حتى لشهر فبراير. حتى الآن راه مازال كنطعموا الناس. اذا هذا التطعيم كيكون مره في السنه على شكل حقنه واحده تحت الجلد، كتعمل 70 درهم. هذا هو الفاكسان اللي كاين حاليا. طبعا كيحميهم باش ما يجيهمش لا غريب او العلاجه، كيجي بواحد الصفه غير حاده، يعني كيجي قليل وكيجي ما كيكونش فيه مضاعفات. الوقايه الثانيه هي الناس اللي ما عندهاش ضعف المناعه، يعني الناس الشبان العاديين، خصنا نتعلموا ان الانسان اذا كان فيه الزكام وبغى يعطس ولا بغى يكحب، يعمل يديه قدام فمه. الحاله الثانيه هو انه اذا كان ممكن يعمل مشوار، ما قدرش يعمل له مشوار، يعني يقدر يعمل الكمامه مثلا، اذا كانت الكمامه موجوده فهذا افضل باش ما يبقاش نعاديو بعضياتنا. وكنأكدوا على غسل اليدين بالماء والصابون،
يعني لو اننا كان غسلوا يدينا بالماء والصابون وكان عملوا هذه الكمامات او على الاقل كان عملوا يعني يدينا مثلا هكذا قدام فمنا من بغينا نعطسوا نكحبوا 50% ديال هذه الامراض ديال اللي كتنتقل عن طريق التنفس او الهواء غادا تنقص. فهذا هو اللي خصنا ناكدوا عليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.